هقول الشهادتين وحضرتك كرريها وراي فضلا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله عبد ورسول الله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يبارك في عمرك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هيدي دموع الفرح، هيدي دموع الفرح. أنا على يقين إنه أنت هلأ حالياً ما عم تقدر توصفي شعورك. صدقيني، لمن حضرتك نطقت الشهادتين، أول شي مبارك إلك إنك رجعتي مثل الطفلة الصغيرة، بلا ذنب، بلا معصية، بلا أي سيئات. النقطة الثانية، الملائكة حواليك هلأ، الملائكة هلأ حواليك عم تحيطك، وهيدي ببركة الله سبحانه وتبارك وتعالى. عم تشيل كل شيء سابق، كل شيء شركي. والله 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 لازم تحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى ليل نهار انه اختارك انت بين مليارات بالهداية. انت عارف اللي اختارك؟ اختارك لانه بيحبك، ويا حظك انه الله بيحبك. الله أكبر، الله